الخيار غير صالح للأكل وإنما صالح للتعبد. تخيل عزيزي المباوع وعزيزتي المباوعة، فالسؤال فلسفي، يعني احنا تعرفون هسه بالكرة الأرضية اكو هواية معتقدات وهواية أديان. يجيك واحد ويقول لك ظهر مبدأ الخيارة او معتقد الخيارة، انه انت او انتي لازم تآمنون بهاي الخيارة باعتبارها خيارة مقدسة او خيارة ذات قوة خارقة. يعني مثلا تحقق لك رغباتك او امنياتك، او تقدر تعبدها مثلا وتطلب منها كل شي تريد وتنفذك اياه. اعزائي هذا مو سؤال ساخر، هذا سؤال فلسفي، يعني لا تعتبروه مس او جرح لبعض المعتقدات باعتبار الكرة الارضية كلش كبيرة وناس تعبد البقر. ناس تعبد البقر وناس تعبد ترامب مثلا. I love you Trump. I love you Trump. I love you Trump. I love you Trump. Jay Trump. Jay Trump. Jay Trump. Jay Trump. بدا راني جيتهم جيتهم ناس تعبد الحيوانات واي شيء، هاي تسمى عبادة طوطمية، مثل ما موجود بزمن الفراعنة يعبدون القطط وهو حيوانات. يا عزائي هذا سؤال فلسفي كلش مهم انه نتناقشه هسه في هاي الحلقة حتى نعرف اذا انا قررت اعبد هاي الخيارة شو راح يصير بالضبط. التفكير ياخذني بعيد بعيد من معبود مادي جديد الخيارة، واظل افكر لا يا الله اكلت الله، شلون بالله اكلت الله، وين الخيارة اكلت الله. لا تخاف، على قولة فيروز الله كبير من يوم شعت. يعني مثلا هاي الخيارة، صدقوني هاي خيارة، لا أباكم في شيء، لا تتصوروها غير أشياء، بس نوعية خيار يعني هائل. فتصورون مثلا هذا يعني واحد مقدس او ممنوع تجرحه او ممنوع تحكي عليه، مثلا هذا تقول له هذا يصير بالاخر خط احمر. عمي والله خط اخضر. لا خط احمر تبغى تحكي عليه. عمي والله خط اخضر هسه ما نجيب لك اياها، ما تقول لي الخط المقدس ويصير خط احمر وتصير الخيارة المقدسة وممنوع احد يحكي عليها. تخيلوا هذا سؤال جدلي أعزائي، لا تعتبروا مثل أي شيء أرجوكم، لأن أكو ناس تعبد بقر وأكو ناس تعبد ترامب، فممكن أكو ناس تعبد الخيار. زين الناس اللي يعبدون الخيارة نسميهم الخياريون والخياريات والخراخير، هذول الكيوت اللي ينتقدون الخيارة المقدسة، ما نسمح لهم ينتقدوها، مو مستحيل. لا تزعلوا مني أعزائي، لأن بهواي مناطق أكو ناس منعت حمل الخيار ويا الطماطة سوى، لأن لازم تفصلهم بهواي مناطق بالعراق إذا تذكرون، واذكر منطقة محددة بديالة يذكرون هاي الحكي ما بعد 2003، ما يصير تخلي الخيار ويا الطماطة لأن احتمال يتزوجون ويجيبوا لك زلاطة. خيار وطماطة تساوي زلاطة. عندنا شوية ملح، أعتقد هذا المعتقد شوية فاهي، يمكن أتخيله شوية ملح أعتقد يصير طيب شوية، بس ينجرى. نرجع للمعتقد الخياري أو الديانة الخيارية، يعني مثلا تقول يعني عادل إمام من كان يقول خذ الخيار كله
هاد خيار خللوه احشوه. يمكن هاي لو نعتقد احنا بالمعتقد الخياري نقول هاي ظهور اولى حركات المعتقد الخياري. تخيلوا الديانة الخيارية تتجزأ وتصير مذاهب، الخيار الطماطي والخيار البطاطي والخيار الطماطي والبطاطي يتعاركون بيناتهم، واحنا نعم نعم للزلاطة وهنا نعم نعم للبطاطا، الخيار المحشي والخيار المخلل. وتصير هواية حديث على هاي الخيار المقدسة، وتتجزأ من عندها مذاهب وأقسام، وكناس تعبدها هيجي وكناس تعبدها هيجي وكناس تعبدها هيجي، ويقول له تاج راسك الخيار وخط أحمر الخيار والخيار المقدسة، ومسموح لك أن تأكل كل النباتات والفواكه باستثناء الخيار، لأن الخيار غير صالح للأكل وإنما صالح للتعبد. فأعزائي هذا سؤال فلسفي، خذوني على قد عقلي باعتباري أني شخص يحب الفلسفة مال الفلسفة، والفلسفة مهمة بالحياة باعتبار كواي ديانات. يعني تخيلوا اكو شخص يعبد ترام مثل ما قلت لكم، وناس يعبدون بقر وناس كل شيء يسوون، فممكن يظهر مبدأ الخيار بيوم من الأيام. بس احنا ما عايزين اعتقادات زيادة، يمكن اللي عندنا كافي اعتقد، مو ما بين حل خطوط حمر ويطلعونا حزب الخيارات واصدقاء الخيارات وانصار الخيارات واحباب الخيارات. خلونا نرجع حقوق المرأة والرجل احسن، لان اذا نطبع الخيار ما نعرف وين راح نوصل. نشوفكم بحلقة قادمة. ماذا لو كان هنالك معتقد الخيار؟ بس يعني حتى المصداقية أكثر، حتى تصدقون هاي خيارة عضوكم في شيء يمكن بلاستيكي أو غير استخدامات، نظركم غيرها بعيدة بد، خاصة الجماعة يعني إيش يشوفون؟ خيار خيار مقدس، خيار خط أحمر، أي خيار تاج راسك، تاج راسك الخيار. عندي كلنا خيار 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 خيار. طيب كويس، طيب كويس، زين المجاري البولية كل زين الكلى. نقولون مثل نعمل معلومات، هاي معلومات طبية أهم ما مجرد. طب هنا صراحة الفلسفة تعجبني، هاي فكر يعني شلون ايش حياته بالفلسفة، فلسفة الخيار، خيار مقدس، خيار خط احمر.